حياكم الله لما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. قال تقرير للبنك الدولي إن العراق سيحتاج في عام 2040 إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى الحاجات التنموية الأكثر إلحاحا. وبحسب التقرير فإن العراق من بين الدول الخمس الأكثر تعرضا للتغير المناخي، فضلا عن التدمير الذي تعرضت له البنية التحتية في البلاد خلال السنوات الماضية التي جعلته يواجه تحديات أساسية تتمثل بالمياه والتصحر وتلوث الهواء. كشفت وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع حيازة العراق من السندات الأمريكية لأكثر من مليار دولار خلال شهر تشرين الأول الماضي. وقالت الخزانة إن حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر تشرين الأول من العام 2022 ارتفعت إلى أكثر من مليار دولار لتصل إلى نحو 38 مليار دولار بعد أن كانت أقل من 37 ملياراً في شهر أيلول الماضي. وبيّنت الخزانة أن هذه السندات ارتفعت إلى أكثر من 86% عن نفس الشهر من العام الماضي، عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ نحو 20 مليار دولار. حملت لجنة النقل والاتصالات النيابية وزارة الاتصالات مسؤولية عدم تطبيق قرار خفض أسعار الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت من غالبية أصحاب الأبراج. وعزت اللجنة عدم التزام أصحاب الأبراج بتخفيض السعر إلى عدم متابعة الجهة التي أصدرت القرار الشهر الماضي وتنفيذه بشكل صحيح، وغياب العقوبات التي توعدت بها وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام بعد إلغاء ضريبة بطاقات التعبئة الخاصة بالهاتف النقال والإنترنت. تجاوز الدين العام التونسي 110 مليارات دينار بواقع وصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مرتفعاً 8% قياساً بشهر أيلول من العام 2021. هذا وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أن الدين الخارجي يمثل أكثر من 60% من حجم الدين العام، فيما بلغ الدين الداخلي نحو 44 مليار دينار. واستأثر التعاون متعدد الأطراف بأكثر من 60% من هيكلة حجم الدين الخارجي، تلته السوق المالية بنسبة 22%، ومن ثم التعاون الثنائي. ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة لتعوض بعض خسائرها وسط زيادة الطلب على عملة البيتكوين. وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة لتصل إلى أكثر من 811 مليار دولار مقابل نحو 805 مليارات دولار خلال تعاملات أمس، بينما بلغ حجم التداولات خلال آخر 24 ساعة نحو 25 مليار دولار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى صرف أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.